بكم من جديد في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. حلت السياسة ضيفة لليوم الثاني على التوالي على خطب العيد، وبعد المفتي قباني الشيخ عبد الأمير قبلان يطرح مبادرة سياسية لحل الأزمة المستجدة في لبنان والمتمثلة بالسلاح. وفي السياسة أيضا وبعد عرسال وزحلي، سياحة الأمانة الرابع عشر من آذار حطت في طرابلس، وما استعصى على القوات اللبنانية انتخابيا فرضته السياسة. فبدأ في المشهد فادي كرم وأدي أبي اللمع جنبا إلى جنب ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار. وفي السياسة وإنما الطبية، أجرى الرئيس نبيه بري اتصالا بالرئيس سعد الحريري اطمأن فيه إلى صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها لنزع أصفاد كبلته طبيا منذ 18 شهرا. وفد الأمانة العمل الرابع عشر من أذار يجول طرابلسيا تضامنا مع المدينة. بحثت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في عقد مؤتمر وطني في الشمال. جئنا أيضا من أجل أن نتداول معكم كونكم مفتي هذه المنطقة، بأن تعقد خلوة كبيرة على شكل مؤتمر وطني عام في الشمال، يشارك بهذه الخلوة كل الطوائف وكل المرجعيات السياسية والمرجعيات الروحية والقيادات، قيادات المجتمع الأهلي، من أجل القول للجميع إذا كانت هناك هواجس مسيحية، هواجس علوية، هواجس سنية، أي نوع من الهواجس التي هي مطروحة في هذه المنطقة، يجب أن نكون تحت مظلة واحدة بأننا نحمل جميعنا مسؤولية السلم الأهلي. أنا أرحب بكم وأنتم تمثلون لبنان. نحن كلنا طائفة واحدة تنصهر في بلد مميز متعدد متنوع اسمه لبنان من خلالكم وعبر وسائل الإعلام. آمل أن نلتقي جميعا على كلمة سواء لي تحقيق وحدة نوعية، لا أقول في طرابلس وحدها، لكن آمل أن تبتدئ من مدينة طرابلس. نحن ندرك ونعلم أن سلاح الآخرين يقوم على التحدي ويقوم على أساليب متعددة من أجل تفجير ردات الفعل والاستفزاز. نحن نملك سلاحا أقوى وأنضح، رباطة الجيش. الوفد كان قد زار المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء أشرف ريفي في دارته ضمن الجولة الطرابلسية. طرح فكرة دكتور سعيد، فكرة ستتبلور أكثر وأكثر، لن نبرز صورة طرابلس الحقيقية. وأهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله بتضلوا بصحة. سيادة اللواء، يعني في خوف بالمدينة من إعادة التوتر الأمني بعد الأعياد، شو بتقول للأهالي المدينة وكل الشمالية؟ بدعي كل أهل المدينة، لا شك الظروف منا طبيعية، ما بدنا نطمن بوهم، بدنا نطمن بحقائق. نحن واعيين تماما كل يوم بنربحه أمان وسلام هو ربح للمدينة. المدينة ما لها أي مصلحة بتوتير، ما لها أي مصلحة بمعركة عسكرية نهائيا. الوفد زار أيضا النواب سمير الجسر، خضر حبيب، بدر والنوس، ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، ودارة اللواء وسام الحسن. وفي طرابلس أفادت المعلومات عن قطع الطريق عند مستديرة نهر أبو علي في طرابلس بالاتجاهين احتجاجا على توقيف الجيش أحد المطلوبين. إذن نتابع. قتيلة في الحمرة وناجية في نويري والسبب سقوط عن الشرفات. استفاق سكان مبنى طقوش في شارع ليون في الحمرة قرابة السادسة من صباح اليوم على صوت ارتطام جسم بالأرض، وتبين لاحقا أن السبعينية زين ميم وجدت جثة هامدة تحت شرفة منزلها الكائن في الطبقة الثالثة من المبنى المذكور. وتفيد المعلومات بأن العجوز تقطن مع أخيها وابنها وخادمتها في المنزل، وتتركز التحقيقات مع الخادمة وسكان المنزل لمعرفة تفاصيل الحادث وما إذا كان انتحارا أم قتلا. كما أعلن فوج إطفاء مدينة بيروت عن قيام عاملة
من الجنسية الأثيوبية بإلقاء نفسها من الطبقة الخامسة من مبنى قرنفل في منطقة نويري قرب حزب النجادة، وسقطت على الطبقة الأولى من المبنى نفسه، وتبين بعد الكشف عنها أنها لا تزال على قيد الحياة، فتم نقلها إلى المستشفى المقاصد لمعالجتها. تختتم اليوم في جنيف جولة مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، تشكل اختبارا لمصداقية التغيير الذي أعلنت عنه الرئاسة الإيرانية الجديدة غداة تقديم طهران عرضا مهما بشأن هذا الملف المثير للجدل. وقد أعلن سفير إيران لدى سويسرا أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد الشهر المقبل في جنيف أيضا. وفي مؤشر إلى الأجواء الجديدة التي تطبع هذه المفاوضات، عقد اجتماع ثنائي نادر بين نائبي وزيري الخارجية الأمريكية والإيراني مساء أمس في جنيف على هامش المحادثات بين إيران ودول مجموعة الخمسة زائد واحد. وفي الإطار نفسه نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إيراني قوله إن طهران ستقبل في المستقبل زيارات مفاجئة لمواقعها النووية. وفي التطورات المتسارعة أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران ولندن ستعينان قائمين بالأعمال في البلدين في غضون أسبوعين. أهلا من جديد. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يؤم على المصلين في المجلس الإسلامي الشيعي لمناسبة أول أيام عيد الأضحى. دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان المتقاتلين في سوريا إلى الكف عن الإرهاب والتكفير والبغي والظلم للناس، مشيرا إلى أن العدو اليوم عدو في الداخل وإسرائيل في الخارج، وسأل لماذا التفجيرات وتحديدا في الضاحية. ونطالب الدولة أن تجرد كل فئات الشعب السلاح ولا تعطيهم رخص، وتكون صارمة شديدة في التعامل، لأن الأرض تحمى بالعمل الصالح لا بالبندقية ولا بالمسدس ولا بالدبابة ولا بالتفجير. بدوره حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كل الأفرقاء من لعبة شل الدولة بمؤسساتها وإداراتها، مشيرا إلى أن خلاصنا يتحقق بوحدتنا، متسائلا هل تستيقظ بعض العقول الخاوية في لبنان من سكرة الدم والفتن والارتهانات الخارجية؟ أمل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن يشكل ظهور التركيين بداية لنهاية هذه القضية الإنسانية بالنسبة إلى المخطوفين من لبنان وتركيا، إضافة إلى المطرنين بولوس يازجي ويوحنا إبراهيم. وقال شربل إن القوى الأمنية لم تتمكن لغاية الآن من معرفة المكان الذي يتم فيه احتجاز الطيارين، مشيرا إلى أنه يتم نقلهما من منطقة إلى أخرى، ونافيا أن يكون قد طرأت معطيات سلبية على القضية، خاتما بأن الأجواء لا تزال إيجابية. تلف غالبية المزروعات في البقاع بسبب الصقيع المبكر الذي ضرب المنطقة. أتلف الطقس المتقلب الذي ضرب البقاع باكرا المزروعات في منطقة حوض الليطاني بسبب الرطوبة في محيط النهر، ما أدى إلى تلف غالبية الخضار في المنطقة. تحديدا يعني في مثلا اللوبية والخيار والبندورة تقريبا راح فيها 100%، البطاطا من 50 لـ 75%. يعني ما في تتحدد إلا بوجود مهندسين من وزارة الزراعة أو الهيئة العليا للإغاثة. فنحن أنا كرئيس نقابة مزارعين البطاطا بالبقاع بطالب الحكومة وخاصة وزير الزراعة أنه يقدر يقف معنا بهالمرحلة، لأنها مرحلة صعبة، في مطارح في بيوت وفي ناس ممسوحة ماسح. عادة تجي هاي موجة السقعة والشوب هالوقت؟ إطلاقا كنا ننتظرها نحن بحدود الأواخر من تشرين أول ولغاية يعني 15 من تشرين الثاني. فالسنة سبحان الله أنه إجت بهذا التاريخ بأربعة وخمسة، وهذا التاريخ هذا بعمره ما كان يجينا بهيك سقعة. تقريبا قديش دنمات؟ يعني أنا لا يقال بقول إنه البطاطا في عنا بحدود الشي 1500 دولوم، والمنتجات البيو بحدود الشي 2000 دولوم. وقت اللي ارتفعت درجة الحرارة علمنا إنه هاي اللوبة فقدت الزهر تبعها وتعرضت لليابس. هذا اليابس اللي حصل فيها بسبب السقعة، والثمار إذا ملاحظ هان كيف انضربت.
طيب شو صار عندكم؟ شو انضرب هون عندكم؟ ضرب عنا الكوسة واللوبة والبندورة. قديش كان ظلم طيب؟ البندورة يعني انضربت بحدود 50% انضرب منها. الكوسة؟ الكوسة 100%، اللوبة 100%. طيب هاي لأول مرة يعني هالموجة بتجي؟ هاي جدودنا بيقولوا إنه من 60 سنة أو 70 سنة إجا هكشي. ويؤثر هذا التلف على إنتاج الموسم، وخصوصا في كرة مجدلون، حوش بردة، حوش تل صفية، حوش الرافقة، حوش النبي وحزين. تمكنت مجموعة صيادين هواة في بلدة عشقوت في قضاء كسروان من اصطياد نسر باشق تبين فيما بعد أنه يحمل جهاز إرسال على ظهره وسوارا نحاسيا على ساقه مكتوبا عليه إسرائيل باللغة الإنجليزية ومتبوعة بحروف ترمز إلى جامعة تل أبيب، إضافة إلى جهاز ثالث مزروع داخل جسمه متصل بجهاز الإرسال الخارجي. وهذا النوع من أعمال التجسس الإسرائيلية وجمع المعلومات سبق أن تم كشفه بالقبض على طيور تحمل أجهزة مشابهة في كل من السعودية عام 2010 وتركيا عام 2012 ومصر في هذا العام، وتبين أنها أجهزة تنصت إسرائيلية مركبة على هذا النوع من الطيور. أهلا من جديد. تصاعد الاشتباكات ميدانيا في سوريا توازيا مع التحضير لمؤتمر جنيف 2. لم يمنع عيد الأضحى اشتداد المعارك ميدانيا في سوريا، ففي درعا أفاد النشطاء عن مقتل 21 شخصا في انفجار قوي وقع أثناء مرور سيارة تقل مدنيين في محيط تل الجموع الذي تتمركز عليه كتيبة من الجيش السوري وتحاصره قوات المعارضة. إضافة إلى ذلك، نقل عدد من النشطاء انفجار عدد من العبوات الناسفة في كنيسة السيدة وكاتدرائية القديس قسطنطين وهيلانا في مدينة يبرود. في ريف دمشق يستمر الجيش السوري بقصف مواقع تابعة لقوات المعارضة من بينها مخيم اليرموك ومحيطه وبلدة البويضة القريبة من مقام السيدة زينب والتي باتت بالكامل بيد الجيش السوري النظامي. وذكرت سانة الثورة المعارضة خبرا مفاده أن الجيش السوري الحر قضى على 50 عنصرا من حزب الله ولواء أبو الفضل العباس العراقي في المعارك. وكالة سانة السورية الرسمية لفتت بدورها إلى قضاء الجيش السوري على مجموعات مسلحة يحمل بعض أفرادها الجنسية الأردنية في حي القابون وعدد من المزارع والقرى بريف دمشق. وأفادت أنباء عن تجدد الاشتباكات بين مقاتلي داعش ولواء عاصفة الشمال التابع للجيش الحر في مدينة أعزاز بريف حلب. ونقل عن نشطاء معارضون قولهم أن المواجهات بين الجانبين احتدمت إثر محاولة داعش اقتحام منطقة جبل برصايا ومعبر باب السلام الحدودي مع تركيا. كما ذكرت أنباء أخرى أن دبابة تركية قصفت موقعا لتنظيم داعش أيضا في المنطقة نفسها. وبعد طول غياب من الظهور الإعلامي ظهرت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري على شاشة التلفزيون السوري وهي تزور إحدى المدارس في دمشق لتشارك مع طلابها في حملة لزرع أشجار الزيتون داخل ما بدا أنه حديقة المدرسة. سمعنا كتير حكي خلال الفترة الماضية أن السيدة أسماء خارج سوريا بلندن بروسيا ببيروت، شو بتحب تحكي السيدة أسماء؟ أنا موجودة هون، زوجي وولادي موجودين بسوريا، فالحقيقة من البديهي أنه أنا أكون موجودة معهم. وأنا كمان مثل أكترية السوريين تربيت على حب البلد، وتربيت وين من الواحد عاش أو سافر أو مهما غاب بالأخير ما في أغلى من بلده. سياسيا وفي إطار المساعي الدولية المستمرة تحضيرا لمؤتمر جنيف 2، أشارت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إلى أن هذه العملية شهدت الكثير من التقلبات وهذا الأمر ليس مفاجئا نظرا إلى الوضع الصعب على الأرض، مضيفة في لقاء مع الصحفيين أن واشنطن ستواصل حث المعارضة السورية على المشاركة في المؤتمر، منوهة بأن هذه المشاركة أمر أساسي ومهم، مذكرة بأن الخيار الوحيد لوضع حد للحرب الأهلية هو الحل السياسي. بحث وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا العلاقات الثنائية بين الجانبين والتعاون الأمني. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جورج ليتل إن هيغل تحدث هاتفيا مع السيسي لتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا أهمية العلاقات الأمريكية المصرية للأمن القومي لكلتا الدولتين وللمنطقة، كما ناقشا أهمية التعاون الأمني الإقليمي وخصوصا في شبه جزيرة سيناء. ويفا يستمر في ضرب اليابان قبل أن يصل إلى فيتنام.
لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم في اليابان لدى مرور إعصار ويفا القوي بالقرب من العاصمة طوكيو، وتسبب الإعصار بفيضانات وسقوط الأمطار الغزيرة ونشوب رياح عاتية على ساحل المحيط الهادئ وفي جزيرة هونشو أكبر الجزر اليابانية. وقضى خلال هذا الإعصار نحو 5 أشخاص جراء انزلاقات ترابية، وبث التلفزيون الرسمي الياباني صورا لجثتين بالقرب من أحد الأنهار، وتوقف العمل في القطارات السريعة وأغلقت المدارس أبوابها. وأعلن مسؤول محلي أن موظفي البلدية ورجال الإطفاء يعملون على إغاثة الناس في المناطق التي يمكن الوصول إليها. وقد وصلت سرعة الرياح في هذا الأعصار إلى 180 كيلومترا بالساعة. وبحسب وكالة الأحوال الجوية اليابانية فإن مركز أعصار ويفا سينحرف قليلا إلى شرق جزيرة هونشو، وذلك بعد أن سجل انقطاع في التيار الكهربائي في مناطق عدة، وصدرت الأوامر لإجلاء آلاف الأشخاص من منطقة شيبا. الحجاج يستكملون مناسكهم برمي الجمرات قبل الانتقال مجددا إلى مكة المكرمة. يبدأ حجاج بيت الله أعمال أول أيام التشريق الثلاث التي يستكملون فيها رمي الجمرات، وكان نحو مليوني حاج قد قاموا برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى ونحروا الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا وخصصت قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ في حج هذا العام 188 فرقة دراجة نارية لمتابعة متطلبات السلامة في جميع مخيمات الحجيج بمشعر منى طوال أيام التشريق. وأنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطة الطوارئ الميدانية لفرقها الإسعافية على طول جسر الجمرات. ويقضي الحاج في مشعر منى ليلة 11 و12 و13، أي 3 أيام العيد. وبعد رمي الجمرات يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق بعد أداء الحجاج مناسكهم بأركانها وواجباتها وفرائضها، ليكون طواف الوداع هو آخر واجبات الحاج التي ينبغي على الحجاج الحجاج أداؤها قبيل سفرهم إلى بلادهم مباشرة. منذ ما يقارب السنة قدمت بعثة أوروبية إلى رام الله لإجراء تحقيق حول وفاة الرئيس ياسر عرفات، وحتى اليوم لا يزال اللغز لغزا. تقرير من رام الله لنزار حبش. ما زال لغز رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يخيم على الساحة الفلسطينية والدولية، وما زاد القضية غموضاً انتهاء المدة المتفق عليها فلسطينياً ودولياً في 15 من شهر أيلول الماضي لتسليم نتائج المختبرات للعينات التي أخذت من جثمانه. الفلسطينيون في حالة ترقب وانتظار للتقرير الفرنسي والروسي والسويسري. أن هذه تعتمد على مختبرات وعلى علماء وعلى أطباء وعلى قضايا علمية نحن ما بنستطيع أنه نفتي فيها. إحنا عندنا ونملك بينات وقرائن أن إسرائيل هي التي قامت بعملية الاغتيال وتقف وراء هذا الاغتيال. وكانت فرق طبية من فرنسا وسويسرا وروسيا قد وصلت يوم 27 من تشرين الثاني الماضي إلى رام الله، وقاموا بأخذ عينات من جثمان الرئيس الفلسطيني الراحل للمباشرة بإجراء الفحوصات. ووفقا للتصريحات الفلسطينية الرسمية فإن التوجه الرسمي المقبل سيتجه نحو محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة العدو على عملية الاغتيال. إذا كان هناك من أدوات فلسطينية فالقضاء الفلسطيني هو صاحب الدور، وأما بالنسبة لمن يقف وراء هذه القضية من إسرائيليين فمحكمة الجنايات الدولية، وإذا كان هناك أحد غير فلسطيني قد يكون أداة محكمة الجنايات الدولية اللي إحنا رح نلجأ لها في الآخر من أجل هذه القضية. ويستبعد مراقبون فلسطينيون قدرة السلطة على مواجهة دولة العدو في المحاكم الدولية، كما يستبعدون نشر التقرير الطبي حاليا، خصوصا وأن نشره سيؤدي إلى وقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وقد يشعل الوضع الميداني. يعني وفق الالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها سواء عند الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، كان هناك اشتراطات وكان هناك قبول فلسطيني بعدم الانضمام لعدد من المعاهدات الدولية، وبالتالي لا أعتقد أنا أن السلطة
السلطة قادرة على التوجه للمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة إسرائيل. وتوفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 11 من تشرين الثاني عام 2004 في ظروف غامضة بإحدى مشافي العاصمة الفرنسية باريس. وكان رئيس دولة العدو شمعون بيريس أقر في تصريحات صحفية سابقة بأن قتل أبو عمار كان خطأ، ويشار إلى أن خبراء سويسريين قالوا في وقت سابق إن الراحل عرفات قتل مسموما بمادة البولونيوم. من مدينة رام الله المحتلة، نزار حبش، قناة الجديد. في ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. كان في النشرة: الأمانة العامة 14 أذار في طرابلس متضامنة، زحمة سقوط عن الشرفات، قتيلة في الحمرة وناجية في النويري، مفاوضات إيران الغرب إيجابية، وتبادل دبلوماسي بين طهران ولندن الأسبوع المقبل. وفي النشرة: أسماء الأسد باقية في سوريا مع أولادها، ومزيد من السيطرة النظامية على ريف العاصمة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.